هناك. يسعد صباحك سندس. صباح الخير سندس. يسعد صباحكم زميلاتي، يسعد صباح كل اللي بتابعنا عبر برنامج فلسطين هذا الصباح من العاصمة الأردنية عمان في هذه التغطية لملتقى الرواية الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان. طبعا اليوم نحن في هذا الملتقى وتغطية إعلامية التي تدوم لمدة 3 أيام نحو توجهات جديدة نحو بناء سردية وطنية علمية لتاريخ فلسطين والمنطقة. ويسعدني أن تكون معي ضمن هذه التغطية منسقة هذا الملتقى السيدة حنين قواسمة. أهلا ومرحبا بك. أهلا أهلا فيك عزيزتي سندس. يعني بداية هذا العنوان نحو توجهات جديدة وبناء سردية وطنية علمية لتاريخ فلسطين، نتحدث قليلا عن هذه التوجهات. بالطبع بالبداية هذا الملتقى ينفذ ضمن مشروع تعزيز الرواية اللي قائمة عليه وزارة الثقافة الفلسطينية. هذا المؤتمر هو بمثابة نقطة الانطلاق وحجر الأساس لسلسلة من الملتقيات اللي رح يتم تنفيذها محليا ودوليا، لكن هذا الملتقى رح يجمع تقريبا 35 مؤرخ وباحث من الوطن العربي. ففي عنا مشاركين من فلسطين، من الأردن، أيضا عنا من سوريا، عنا أيضا من العراق ومن مصر، بالإضافة إلى مشاركين من فرنسا، لكنهم بيكتبوا في القضية الفلسطينية وبيكتبوا في تاريخ الرواية الفلسطينية. وفي هاي التوجهات توجهنا اليوم بأنه إحنا هدفنا الأساسي نعزز هاي الرواية، خاصة في ظل المحاولات المتعددة للاحتلال بأنه يعزز الرواية الإسرائيلية. فلابد من أنه يكون في عنا رواية بتجيب على هاي الأسئلة، بتجيب من نحن اليوم، حتى يكون في عنا رواية موحدة بيتفق عليها جميع المؤرخين والباحثين، ورواية حقيقة اليوم بتعرف مين إحنا كشعب فلسطيني. لأنه في ظل هاي المحاولات لابد من وجود شيء، يعني يكون في عنا مادة قوية يتم تعميمها على المدارس، يتم تعميمها على الجامعات لاحقا. وهذا اللي حاليا إحنا عم نشتغل عليه ضمن توجه ورؤية ورسالة وزارة الثقافة الفلسطينية، خاصة في موضوع المناهج اللي بتم تدريسها في المدارس للطلاب ولاحقا أيضا للجامعات. رح يستمر هذا الملتقى، اليوم هو الافتتاح 16 الشهر، رح يستمر لمدة 3 أيام، يعني بنحكي تقريبا من 16 ل 18. وهدفنا الأساسي، خليني أحكي، هو الهدف الرئيسي أنه أنا أعزز التبادل الثقافي على المستويين طبعا العالمي وأيضا المحلي. نوعية المشاركة، خبراء، أثريين؟ أكيد تنوعت المشاركة نظرا لتنوع أيضا المواضيع. فإحنا في عنا بنحكي تقريبا عن كل يوم في عنا من 3 ل 4 جلسات بالإضافة لمحاضرة. ففي عنا باحثين، في عنا مؤرخين، في عنا خبراء في الآثار، في السياحة، في عنا مشاركين من وزارة الإعلام، مشاركين أيضا من وزارة السياحة والآثار، عنا أيضا من منظمات ومؤسسات دولية وحقوقية، بالإضافة إلى دكاترة وأيضا أساتذة من جامعات مختلفة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. كيف ترين في اليوم الأول المشاركة؟ يعني في الحقيقة يعني منذ بدأنا وإحنا نطرح فكرة ملتقى تعزيز الرواية كان في إقبال جدا كبير على المشاركة، لكن كون إحنا في عناوين معينة ومواضيع معينة إحنا بدنا نتطرق لها في هذا الملتقى، فكان في اختيار، يعني تم الاختيار بناء على أسس وقواعد معينة للمشاركة في هذا الملتقى. وطبعا كانت المشاركة مبنية على تقديم أوراق بحثية اللي اليوم رح يتم تقديم جزء منها، بالإضافة لليوم الثاني والثالث. فلسطين والمنطقة، هل سيكون هناك ملتقيات أخرى في بلدان أخرى؟ بالطبع، يعني احنا كان لنا الشرف انه تكون نقطة البداية والانطلاق لملتقى التاريخ وتعزيز الرواية في العاصمة الأردنية عمان، لكن لاحقا حيكون في عنا ملتقيات محلية ودولية ايضا في مناطق اخرى. كون هذا الملتقى زي ما ذكرت سابقا بيهدف بشكل اساسي انه يعزز التبادل الثقافي بين الشعب الفلسطيني والشعب العربي محليا ودوليا. نعم،
السيدة حنين قواس ومنسقة الملتقى، بتشكر وجودك معنا في فلسطين هذا الصباح للحديث حول موضوع هذه التوجهات الجديدة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تغطيتنا الإعلامية لبرنامج فلسطين هذا الصباح. شكرا كرم المتابعة، وعودة إليكم زميلاتي في الاستديو.